بسم الله الرحمن الرحيم. تاني جزء بقى يا جماعه في هذا الليسون بيتكلم على الموفمنت اوف الكترونز اراوند ذا نيكلس. يعني ايه الكلام ده يا سير؟ احنا قلنا قبل كده ان الالكترونز ديت ريفولف اراوند ذا نيكلس ان فيري هاي سبيد، بسرعه كبيره جدا. وقلنا كمان ان هذا الالكترون بيحمل شحنه سالبه نيجاتيف تشارج. تعال نشوف مع بعض كده ايه موضوع الروتيشن ده. الراجل قال لي خلي بالك الريفولف بتاع الالكترون عامل بالظبط زي الفان. انا لما الفان دي تلف بسرعه شديده ما اقدرش احدد فيها كام ارم. طبعا لان بتلف بسرعه قوي، تحس كان ال 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 كل دي عباره عن ارمز، كان فيها مليون ارم، يبقى ما اقدرش احدد عدد الارمز اللي عندي هنا. وده بسبب ان هذا الالكترون بيلف او روتيت ان فيري هاي سبيد، بسرعه كبيره جدا، علشان كده ما اقدرش احدده. بص كده في الاوبزرفيشن بيقول ايه؟ You can see the arm of the fan clearly في الاول خالص، لكن لما تحصل تعمل لها روتيت، لما يحصل لها روتيت you can't see the arm of fan clearly and it's seen as a cloud، كانها عامله سحابه من الروتيشن بتاعها السريع جدا 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 around itself او around the nucleus، بتبان كانها عامله ما زي ما تكون سحابه، وبنسميها electronic cloud. كلمه electronic cloud يعني سحابه الكترونيه. الكونكلوجن، الالكترون similar مع الارمس، the electron revolve around the nucleus in very high speed. كمان يا جماعة الإلكترون بيلف حول هذه النيكلس in very high speed، يعني بسرعة شديدة جدا. In a number of shell أو orbits called energy level. تعالى بقى ديت لو سمحت نفهمها شوي. الناس يا جماعة من فضلكم تركز معايا في دي لو سمحتوا. الناس لو سمحت يا جماعة تركز قوي هنا معايا. بص معايا. دي النيكلس، دي النواة اللي فيها البروتونز واللي فيها النيترونز، تمام يا سير؟ طب فين بقى الالكترونز دي؟ موجودة فين الالكترونز؟ الناس قالت لي يا سير دي موجودة بتلف حول هذه النيكلس، تمام. بتلف ازاي؟ أنا قلت لك قبل كده زمان في الأول ما بدأنا الجزء ده، قلت لك أنا بشبه الأتوم كأنها السولار سيستم، وقلت لك النيوكليوس كانها الصن، وقلت لك ان الالكترونز كانها البلانتس، وكل بلانت بيلف ريفولف اراوند ذا صن ان فيكسد اوربتس. كذلك الالكترونز وهي بتلف حول النيوكليوس كلها يا جماعه مش بتلف في مكان واحد، لا ده كل مجموعه من الالكترونز بتلف في اوربت خاص بيها الراوند نيوكليس. بنسمي كل مستوى من ده، كل مستوى ده بسميه انرجي ليفل، يعني مستوى طاقه. هقول لك ليه، هقولها كمان مره. يبقى الالكترونز وهي بتلف الراوند ذا نيوكليس ما بتلفش كلها ورا بعضها في مسار واحد، لا ده كل مجموعه من الالكترونز بتلف اراوند ذا نيوكليوس، بتلف حول هذه النيوكليوس في اوربت خاص بيها، وبالتالي المجموعه من الالكترون دولت بيلفوا هنا ودولت بيلفوا هنا في ده، وكل مجموعه من الالكترونز بتلف اراوند ريفولف اراوند ذا نيوكليوس ان فيري هاي سبيد. طب يا سير هما كام ليفل بقى بيلفوا فيه؟ انت كنت بتقول لي السولار سيستم فيه 8 بلانتس ماليش دعوه بيهم. هنا وجدنا ان اكبر 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 اتوم في الدنيا ما فيهاش اكتر من 7 ليفل، يعني عندي الانرجي ليفل دولت 7 ليفل. تعال نقولها بطريقه ثانيه. ادي النيوكليوس في المنتصف، تمام، وفيها البروتون البوزيتيف والنيترون النيجاتيف. طيب لو قلنا مثلا ذره زي بتاعت الليثيوم اللي اي 37، الاتوميك نمبر بتاعها 3 والماس نمبر 7. احنا قلنا يا جماعه الاتوميك نمبر ده عباره عن ايه؟ النمبر اوف الكترونز او البروتونز، البروتون اللي جوه 3
والالكترون اللي المفروض تلف بره برضه 3 3. طب ال3 دول يا سيد بيلفوا ازاي؟ Around the nucleus. هل الثلاثة كلهم بيلفهم في مكان واحد؟ قال لي لا. أمال بيلفوا ازاي؟ تعال أما أقول لك بيلفوا ازاي. أول اتنين بيلفوا مع بعض في مستوى خاص بيهم، أهو الاتنين دول بيلفوا في هذا المستوى. والتالت علشان هذا المستوى ما بيسعش إلا الاتنين إلكترون، بيلف في المستوى الأبعد. طب أنت ليه سميتهم الانرجي ليفل؟ ليه سميناهم انرجي ليفل؟ قال لك ليه؟ لان كل الكترون له طاقه خاصه بيه، والطاقه دي تخليه يقدر يلف في هذا المستوى. يعني هذا الالكترون ده هو ما يقدرش يلف هنا. لماذا؟ لان طاقه هذا الالكترون على قد المستوى الاول، هنسميه كده بعد كده، وبالتالي هذا الالكترون ما يقدرش يطلع المستوى الاعلى اللي هو هنسميه اللي بعد كده. ليه؟ لان طاقته قد طاقه المستوى اللي فيه، لكن الالكترون ده هو طاقته اكبر من ده، فكل الكترون بيلف في مستوى خاص بيه تساوي طاقه هذا الالكترون. هديك مثال تاني عشان تفهمها. انا عندي يا سير عماره 7 طوابق. لما جيت اسكن العماره، اول ساكن جه قال لي والله يا ابني انا طاقتي قليله، انا هاخد الدور الاول على قدي. ماشي يا عم. فقلت له والله الدور الاول فيه شقتين. قال لي خلاص انا هاخد شقه، ولو حد جه تاني ياخد الشقه التانيه. لو جالي حد تالت مش هقدر اسكنه في الدور الاول، لان الدور الاول خلاص اتملى، هيضطر يطلع الدور التاني. طب هقول ايه هنا؟ بقول له والله طلع الراجل الساكن ده هو طاقته تسمح له ان كل يوم يطلع السلم بتاع الدور التاني، فاصبح كل مستوى يعني كل دور له طاقة خاصة بيه، واللي ساكن في هذا الدور طاقته تساوي نفس طاقة هذا المستوى. طب تعالى بقى نرجع نشوف الكلام ده عامل ازاي هنا. سوري مش دي. طب نشوف جنة كده، اتفضلي يا جنة. سير، هو ممكن حضرتك تشرحها عشان انا مش فاهمها؟ ما انا قلت لك عيدها تاني والله يا جنة، انا قلت لسه هقولها عيدها تاني اهو. تاني يا جماعة اهو. قلنا ايه؟ قلنا الالكترونز دي بتلف حول النيوكليس في حاجة اسمها، بص معايا كده، حاجة اسمها انرجي ليفل. الانرجي ليفل دي يا جماعه ما هياش خطوط موجوده حول النيوكليوس، يعني زي بالظبط البلانتس، زي بالظبط البلانتس. تمام؟ هذه البلانتس بتلف حول الصن، بس مش كل بلانت ملوش خط بيمشي فيه، بس هو بيلف حول الصن في مستوى خاص ومظبوط عمره ما يخرج عنه. علشان كده بنقول الاوربتس بتاعت البلانتس دي ايماجينري، تخيليه، لان يا جماعه السماء مش متخططه كده خطوط دوائر 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 وكل بلاد عارف الخط بتاعه بيمشي فيه. احنا بنعمل خطوط دهيت بشكل عشان يوضح لنا ازاي البلانتس بتلف حول الصن. كذلك الالكترون عند حاجه اسمها انرجي ليفل، يعني عند نيوكليوس اهي وحواليها 7 مستويات طاقة، كأنها دوائر كده، دوائر 7 دوائر، كل دايرة من دي تعبر عن مستوى طاقة. طيب يعني ايه مستوى طاقة بقى؟ تعال نشوف كده. They are imaginary، يعني هي عبارة عن حاجة تخيلية. الخطوط اللي احنا بنعملها اللي اسمها K وL وM وN وO وP وQ، الخطوط دي مش موجودة حول النيوكليوس، ولكن احنا بنرسمها بس كده ونتخيل وجودها، لكن هي مش موجودة حقيقي. تعال اقول لك حاجة كمان، ركز معايا لو سمحت كده لو سمحت. يبقى تاني، ايه هي الانرجي ليفلز؟ عبارة عن مستويات، عبارة عن مستويات طاقة، ودي عبارة عن كأنها كده قشرة او كأنها غلاف بيغلف الايه؟ النيوكليوس. يبقى النيوكليوس في المنتصف وحواليها مجموعه من الانرجي ليفل اهو، ادي 1 2 3
4 5 6 هم اقصى حاجه 7. طب الانرجي ليفل دي موجوده في كل الذرات 7؟ قال لك لا، كل ذره عندها انرجي ليفل حسب حجمها. لو ذره الاتوميك نمبر بتاعها صغير هيبقى حجمها صغير، ممكن يكون فيها مستوى او 2 او 3. طب المستويات دي بيبقى فيها ايه؟ قال لك بيكون فيها الالكترونز بتلف حول هذه النيوكليوس في هذه المستويات بتاعت الطاقه. طب انتوا سميتوها مستويات طاقه ليه؟ ايه السبب في كده؟ قال لي لان كل الكترون موجود في هذا المستوى له طاقه معينه. يعني هذا الالكترون اللي في المستوى الاول طاقته تسمح له فقط انه يعيش ويلف في هذا المستوى. طب هل ممكن يطلع مستوى تاني؟ قال لك لا، طاقته ما تسمحلوش. طب اللي موجود في المستوى التاني ده؟ قال لك اه يقدر يلف لان طاقته تسمح له بهذا المستوى التاني. طب في الكترون اعلى شويه في الطاقه يعيش في المستوى التالت. علشان كده سموا هذه المستويات بحاجه اسمها انرجي ليفلز، يعني مستويات الطاقه. تعال هقولها كمان مره بطريقه تانيه. الاول نعرف الانرجي ليفل. يعني ايه كلمه انرجي ليفل؟ ده عباره عن زي ار ايماجينري ريجنز، يعني مناطق وهميه. يعني ايه مناطق وهميه؟ يعني زي ما قلت لك مش هتلاقي كده حول النيوكلس، مش هتلاقي فيه خطوط والالكترون عمال يمشي على الخط كانه ماشي على الحبل. لا، مفيش الخطوط دي خالص. امال ايه؟ كل الالكترون عمال يلف، وهو بيلف بيلف في مسار ثابت، بسمي هذا المسار انرجي ليفل. زي ما كانت البلانتس وهي بتلف حول الصن بتلف برضه في مسار ثابت، لكن مفيش خطوط، بس وهي بتلف كده في سكه واحده، فبسمي ده الاوربت بتاع البلانت. كذلك عند هذه المستويات، يعني كل ذره يوجد حولها عدد من مستويات الطاقه تسمى انرجي ليفلز، وعباره عن imaginary region around the nucleus حول النواه، which the electron اللي الالكترون ها موف بيلف فيها. بس ايه؟ مش اي واحد، لا لا لا، كل الكترون يعيش او يلف في المستوى الطاقه according their energies، حسب طاقته، حسب الطاقه بتاعته. نكمل يا جماعه تاني. يبقى دي كده اسمها الانرجي ليفلز. يبقى هقول حته كمان مره هعيدها تاني بطريقه اخرى، ودي اخر مره هعيد فيها الحته دي يا جماعه. يبقى اي نيوكليوس، اي اتوم الاول، هتكلم عن اتوم بصفه عامه، مكونه من نيوكليوس في المنتصف، وده في البروتونز وفي النيترونز. امال الالكترونز اللي بره اللي بتلف حول النيوكليوس بتلف كده بمزاجها؟ قال لك لا، ده في عندي 7 مستويات طاقة. ادي المستوى الاول بنسميه K، والمستوى الثاني بنسميه L، والمستوى الثالث LM، وبعد كده N، وبعد كده O، وبعد كده P، وبعد كده اخر حاجة الكيو. يعني عندي 7 مستويات. طب هل السبعه دولت موجودين في كل الاتومز؟ قال لي لا، كل اتوم وحسب حجمها. يعني في اتوم عندها نيوكليوس ومستوى واحد بس، في اتوم عندها نيوكليوس وفيها مستويين، في اتوم عندها نيوكليوس وفيها 3 مستويات. تمام يا جماعه كده؟ يبقى مش كل الاتومز فيها 7، لكن اكبر اتوم في الدنيا ما بتزيدش هذه المستويات عن 7. اكبر اتوم في الدنيا. طب المستويات دي يا سيد موجوده كده وانا شايفها؟ قال لي لا، ده عباره عن imaginary regions، مناطق وهميه، بس الالكترونز بتلف فيها، وكل الكترون حسب طاقته. بمعنى ان اللي موجود في المستوى الاول ده طاقته قليله، لكن اللي موجود في المستوى الثاني طاقته اكبر شويه، وكل ليفل من ده له طاقة، كل ليفل من ده له طاقة، وهذه الطاقة تساوي
طاقة الإلكترون اللي موجود فيها، علشان كده سميناها انرجي ليفلز. تمام يا جماعة؟ حاضر، نسمع الناس اللي بتتكلم. اتفضل يا جمال. حضرتك يا سير نسيت تعمل ريكورد. حاضر. طب اسف، تاني هقولها تاني يا جماعه. يبقى تاني، each level، كل level has certain amount of energy، كل level عنده قدر من الطاقه، ولكن يختلف من واحد للتاني. مين اقل طاقه؟ هو الكي. يبقى الكي ده it is the least energy level، اقل energy level في المستويات، علشان كده هو ده اللي بيتعبى الاول. او الالكترونز لما يجي ريفولف اراوند ذا نيوكليوس، اول حاجه بيختارها الكي. طيب وبعد كده لما يتملى هيضطر بقى يطلع للال، كان زي ما قلت لك زي العماره، الدور الاول ده اقل دور في طاقه، فاول حد بيسكن لك اروح اسكن في الدور الاول. الاول ليه؟ لان الدور الاول اقل طاقه، وهذه الطاقه بتزيد كل ما ابعد عن النيوكليوس، كل ما ابعد عن هذه النواه. يبقى الكي اقل طاقه، ال اكبر شويه، الام اكبر شويه، الان، واكبر حد في الطاقه الكيو. يبقى زي each level has a certain amount of energy that increase by increase the distance from the nucleus، بتزيد كل ما المسافه تزيد عن النيوكليوس. بيقول لي بقى ايه؟ ايه معنى بقى الكلام اللي قلناه؟ تعال نقول ايه معناه؟ معناه ذاتس مين؟ الفيرست انرجي ليفل كي هو اقل ليفل في الانرجي، يبقى الكي ده يا جماعه اقل واحد، علشان كده هو اللي بيتملى بالالكترونز الاول. جيف ريزون. The energy level K is the first energy level filled with electrons. أقول له because it is the least energy level. يعني لأن هو أقل مستوى طاقة. هو كأنه الدور الأول اللي الناس أي حد عاوز يسكن يروح يسكن فيه، لأنه أقل المستويات طاقة، مش هياخد مشكلة. ولو الأسانسير عطل ما عندوش مشكلة إن هو يروح، هيطلع من الشارع اللي بيت على طول. ثم the seventh energy level الكيو هو the highest energy، اكبر مستوى في الطاقه هو الكيو. يبقى اقل مستوى الكي، وهو كده اللي بيتمنى في الاول. كل ما ابعد عن النيوكليوس الانرجي بتاعت الليفل بتزيد لحد ما اصل الى اكبر الانرجي ليفلز اللي هو الكيو. الانرجي ليفل ال اكبر لجيتر ذان الكي. يعني لو انا بصيت كده ادي كي ال ام ان او بي كيو وهكذا، لو مسكت ال هيبقى اكبر من الكي واقل من الام، لو مسكت ال ان اكبر من الام واقل من الاو، لو مسكت الكيو البي اكبر من الاو واقل من الكيو. يبقى كل ليفل اكبر من اللي قبليه في الطاقه، انا كل ده بتكلم على الانرجي، اكبر من اللي قبليه في الطاقه واقل من اللي بعده اهو. يبقى ال ال جريتر ذان الكي اند سمولر ذان الام في الانرجي وهكذا. طيب خليك معايا لحظه لو سمحت. معنى كده يا سيد ان كل الكترون موجود في الليفل بتاعه، ومش هيقدر يتحرك من الليفل ده يطلع لليفل تاني، لان ما عندوش طاقه تخليه يطلع. ليه؟ هقول مثال. لو الليفل ده ب 1 الطاقه بتاعته 1، والليفل التاني طاقته 2، هذا الالكترون اللي موجود في الليفل 1 طاقته 1، طب عشان يطلع للمستوى التاني لازم طاقته تزيد. طب هو مش هيعرف يزود طاقته، علشان كده مش هيقدر يطلع ليفل تاني. يبقى كل يا جماعه كل الكترون موجود في المستوى، طاقة الإلكترون تساوي نفس الطاقة بتاعت المستوى. Each electron has its own energy and the energy of the electron equal the energy of the level where the electron revolve in. تمام؟ اتفضل يا جمال. طب
هو سير هو ازاي الالكترون في يعني عنده انرجي وهو كان بوزيتيفلي تشارجد. انا قلت انرجي، لا الالكترون مش بوزيتيف، الالكترون نيجاتيف، وانا بقول انرجي ما بقولش تشارج. انا الالكترون عنده نيجاتيف تشارج بس عنده انرجي، الانرجي حاجه والتشارج حاجه تانية. تمام، يبقى معنى كده كل الكترون عنده انرجي ايكوال ذا انرجي اوف اتس ليفل. يعني قلت لك الالكترون ده في الليفل كي عنده واحد، عنده 1، الالكترون اللي في الليفل ال عنده 2، يبقى كل واحد له طاقته الخاصه، وهذه الطاقه ذا انرجي اوف ذا الكترون ايكوال ذا انرجي اوف ذا ليفل وير ذا الكترون ريفولف. كل الكترون اتس انرجي ايكوال ذا انرجي اوف ذا ليفل بتساوي نفس طاقه الليفل اللي هو موجود فيه. طيب ترانسفيرنج اوف الكترون فروم وان ليفل تو انذر، شوف بص حالي بقى، ذا انرجي اوف الكترون ديبندس اون، تمام اهو، ذا انرجي اوف الكترون ديبندس اون تعتمد على ذا انرجي اوف ذا ليفل which revolve in. هقولها كمان مرة، the energy بتاع الإلكترون depends on، تعتمد على ال energy بتاعت الليفل اللي موجود فيه. هكمل لك، where the energy of electron، طاقة الإلكترون equal the energy of level where H revolve، ال energy بتاعت الإلكترون تساوي طاقة الليفل اللي هو بيلف فيه زي ما قلنا من شويه. يبقى كل الكترون له طاقه، وهذه الطاقه تساوي نفس طاقه الليفل اللي هو عايش فيه. طيب انا